طبعا قصة يمكن ما كانش حد يتوقعها واحنا بنبتدي البطولة، انه كايزر تشيفز يصل للمباراة النهائية. يمكن تكون واحدة من اكبر المفاجآت، وزي ما قلت لحضراتكم الفريق مبهم الى حد كبير، عروضه مش قوية لكن عنده القدرة على تحقيق النتائج اللي توصله للمرحلة اللي هو عايز يوصل لها. هيكون معانا واحد من كتيبة كايزر تشيفز اللي لعب قدام النادي الاهلي المصري في السوبر الشهير طبعا 2002، حسم النادي الاهلي لصالحه بنتيجه 4-1. ريني ريتشارد نجم كايزر تشيفز السابق ضيفنا في السادسه من خلال فيديو كونفرنس. بدايه طبعا بشكرك على وجودك معانا واهلا بيك على شاشه النادي الاهلي. Thank you so much. I really appreciate it. شكرا جزيلا على تواجدي معكم، انا ممتن جدا لهذا الامر. خليني بس قبل ما اتكلم على اللقاء المنتظر اللي هيجمع بين كايزر تشيفز والاهلي يوم السبت اللي جاي، ارجع معاك فلاش باك للمواجهه الاولى اللي حصلت 2002 بين الناديين وذكرياتك. اكتر حاجه تفتكرها خصوصا المباراه دي يمكن اقيمت في القاهره على ملعب النادي الاهلي وسط جماهيره. ان تلعب امام الاهلي على ارضه كان امرا صعبا جدا جدا، كما قلت الاهلي واشهر نادي في افريقيا واقوى نادي في افريقيا، فريق منظم جدا وقوي جدا، عانينا أمامه تماما، فريق منظم 100%، لا تستطيع أن تمر خلاله كثيرا بسبب جودة اللاعبين، لديهم لاعبين رائعين، فكذلك الأحد عشر لاعبا عندهم لاعبين رائعين، وكذلك دكة البدلاء، فكان أمرا صعبا جدا أن تلعب أمام الأهلي على أرضه. البعض بيعتقد أنه كايزر تشيفز كان مفاجأة نسخة دوري الأبطال الموسم ده، وان وصوله للمباراه النهائيه بتخليه الحصان الاسود للبطوله. من وجهه نظرك هل كنت بدايه تتوقع وصول كايزر تشيفز لمباراه النهائي نهائي دوري الابطال، ومن وجهه نظرك اهم الاسباب اللي ساعدت الفريق على الوصول للمرحله دي؟ انا توقعت ان يصلوا للنهائي، بالطبع توقعت ذلك، لأن كما تعرف قارة أفريقيا قارة كبيرة ويوجد العديد من الفرق الجيدة، وكذلك كايزر تشيفز لديه العديد من اللاعبين الجيدين ولديهم قدرات خاصة، فبالتالي توقعت ذلك. وكذلك الأمر عندما كنت ألعب مع نفس الفريق الأمر كان متوقعا 100% أن تصل لهذه المرحلة، وليس فقط ذلك وإنما أن تلعب بهذه التشكيلة كان أمرا جيدا، ويجب أن تكون مستعدا جدا لهذه البطولات الأفريقية، هذا النوع من البطولات الأفريقية على مستوى الأداء وعلى مستوى التشكيل. فبالطبع نادي كايزر تشيفز يستطيع ان يصل ابعد من ذلك. طب خليني هرجع تاني للمباراه النهائيه، بس هكلمك على المستوى المحلي. يعني ما فيش مقارنه الحقيقه، اذا كان بنتكلم على فريق كان عنده القدره انه يوصل لمباراه نهائي دوري الابطال، فاحنا على المستوى المحلي يبدو انه كايزر تشيفز بيعاني، ويمكن معلوماتنا كمان ان كان في يعني غضب جماهيري على الفريق وعلى نجومه بسبب الارقام اللي بيحققها في الدوري الجنوب افريقي واحتلاله المركز الثامن في ترتيب الفرق. Yeah, in the league. Yes. Okay. Yeah, I think the players they were more inspired. أعتقد أن اللاعبين كانوا أكثر إلهاما وأكثر تحفيزا للعب في البطولة الأفريقية أكثر من اللعب في البطولة المحلية، لذا هذا هو السبب. وكلام على إنه كان في غضب من جماهير فرقة كايزر تشيفز في الفترة الأخيرة، وهل يعني موجة الغضب دي ما زالت مستمرة ولا اتغيرت لدعم لصالح الفريق قبل مواجهه النادي الاهلي؟ لا طبعا طبعا الجماهير الان سعيده. هم الامر تغير تماما من بعد التاهل للنهائي البطوله الافريقيه. الان الفريق في المباراه النهائيه الجماهير هدأت، الجماهير الان تؤمن بالفريق اكثر، الان تدعم الفريق. طب هكلمك على مشوار الفريق في دوري الابطال، لانه على الاقل بعد انتهاء دور المجموعات بدايه مع مواجهه سيمبا التنزاني قدم الفريق عرضين متباينين، ومع حتى الوداد
المغربي قدم عروض يمكن تكون ناجحه دفاعيا، لكنه لم يقدم المردود اللي يأهله لتأكيد جدارته بحسم البطوله بحجم بطوله دوري الأبطال. ازاي بتشوف ده، وازاي بتشوف تأثير ده على مواجهته للأهلي اقوى فريق في القاره الافريقيه وحامل اللقب بالمناسبه؟ اعتقد ان هذه الطريقه كانت تنجح امام العديد من الفرق، الطريقه الدفاعيه. وخلال رحله دور المجموعات كان كايزر تشيفز يلعب باداء متباين واداء تكتيكي جيد امام العديد من الفرق، لكن هذا الأمر بناء على كل مباراة، يعني الأمر يختلف من مباراة لأخرى، وأعتقد أن الفريق يتطور هجومياً أكثر فأكثر. في رأيك أو في وجهة نظرك، كيف سيواجه كايزر تشيفز النادي الأهلي؟ هل تتوقع أنه يلجأ لنفس الأسلوب الدفاعي، ولا بما أنها مباراة واحدة ومن 90 دقيقة ما فيش ليها جولة تانية، ممكن يلعب مباراة مفتوحة نوعاً ما هجومياً، يعني تخلى عن تحفظه الدفاعي ويقدر ياخد المبادرة من النادي الأهلي؟ أعتقد أن هذا الأمر سيعتمد على أول المباراة. الفريق الأهلي يلعب كمجموعة، فريق منظم جدا، يلعبون كرة منظمة، لذلك أعتقد أن كايزر تشيفز سينتظر طريقة لعب الأهلي لنرى كيف سيتم الأمر. الأهلي يلعب كرة متكاملة، فأعتقد هذا يعتمد على سير المباراة. طب بمناسبة كرة الأهلي، خليني أسألك عن تجربة موسيماني، بما أنك ذكرت كرة النادي الأهلي وأنها كرة متكاملة، إيه رأيك في تجربة موسيماني مع النادي الأهلي؟ وهل يعتبر، طبعا موسيماني بالنسبة له فرقة كايزر تشيفز تعتبر كتاب مفتوح، هل ده برضو من الممكن أن يؤثر في طريقة تعامله مع المباراة أو رسمه لخطة وتكتيك النادي الأهلي ولا لا؟ أعتقد في بداية الأمر كوتش بيتسو لديه علاقة جيدة معه، هو مدرب لديه تأثير كبير على الفريق. أعتقد أنه سيؤدي أداء كبيرا، هو يعرف الفريق جيدا، لذلك سيعلم لاعبيه، وخصوصا فريق كايزر تشيفز لديه معروف لعب أمامه العديد من المباريات، فربما يستطيع الأهلي يستطيع الفوز بالمباراة وربما لا. كلمني عن أميز أو أخطر أو أفضل لعيبة النادي الأهلي من وجهة نظرك، إذا كنت تابعتهم وإذا ما كنتش حتى تعرفهم بالأسماء ممكن تقولهم بالأرقام. أعتقد اللاعب رقم 9، ولاعب آخر نسيت رقمه، لاعبين جيدين جدا، لا أتذكر الأسماء جيدا، لكن لاعبين جيدين وأقوياء، لاعبين جيدين بالكرة وبدون الكرة. وبالنسبة لجنوب أفريقيا فريق كايزر تشيفز، مين بتشوف أو مين ريني ريتشارد يقدر يقول إنه بيراهن عليه إن يكون حاسم أو مؤثر في المباراة النهائية؟ سمير نوركوفيتش طبعا كما قلت قبل ذلك هو من اللاعبين الجيدين الذين سيكون حاسمين في هذه المباراة. وبالنسبة لي خط الوسط سيكون حاسما في هذه المباراة. هل بيعاني الفريق، أنا عارف أن الفريق وصل المغرب بالفعل، هل بيعاني الفريق من أي غيابات أو إصابات؟ يمكن سمعنا أنه حتى نجمه خاما بيليات يمكن كان بيعاني من شد عضلي. أعتقد أن الإصابات جزء من كرة القدم، فبالتالي يجب على الفريق أن يتعامل مع هذا الأمر
واللاعبين يجب أن يعودوا بأحسن حال. لذلك الأمر يعتبر شيء أساسي في كرة القدم، وهذا نصيب كايزر تشيفز، والأمر حدث كثيرا. لذلك اللاعبين يجب أن يكونوا مركزين ويكونوا حريصين. آخر مباريات كايزر تشيفز في البطولة المحلية، قدم المستويات اللي تطمن جماهيره على قدرته على أنه يخوض النهائي قدام النادي الأهلي من وجهة نظرك طبعا؟ يعني سوري يا دانيايو، السؤال واضح بالنسبة لآخر الماتشات اللي لعبها فريق كايزر تشيفز على مستوى الدوري المحلي، هل قدم العروض وحقق النتائج اللي طمن جماهيره على قدرته على مواجهة النادي الأهلي في نهائي دوري الأبطال؟ أعتقد بالنسبة لي الأمر شخصيا، يعني أعتقد أن الأداء كان جيدا جدا. ريني ريتشارد نجم كايزر تشيفز السابق، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا في السادسة، وطبعا بتمنى كل توفيق للنادي الأهلي في مباراة النهائي دوري أبطال أفريقيا.